كناني وقلاب يا ماما. يلا يا ماما رح ابيع اللبنات واجيب لكم خبز. لا تفتحوا الباب لحدا. حاضر يا ماما. الله يرزقك. باي. يا الله يرزق. لبن 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 لبن. من يريد لبن؟ فرضيني جارتنا. ما ادري ايش صار لامي. تعال شوف فيها. يلا يلا جاي.
منين جارتنا؟ خير خير يا أخي، شوية سخونة وحطيت لك كمادات نزلت حرارتها سهية بخير. الله يعطيك العافية. يلا أنا رايحة، إذا لازمك شي دق علي الباب. استني استني، أنا آسف على الشي سويته من كم يوم. فعلا الرزق على الله، أنا قطعت برزقك والله قطع برزقي، وأنا جاي أعتذر منك على الشي صار. مع كل هالشي أمي تمرضت، مو حد يقف صفي غير أنتي. سامح يا أخي، أنتي علمتيني درس بحياتي ما رح أنسى. من يوم وطالع ما عاد طلعت في أي اللبن. جيبي على الدكان أنا أبيع وأنطيش حقه. هون تخلص القصة، إن شاء الله عجبكم الفيديو، لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شيء جديد بالنسبة على القناة. بنحبكم، باي.